ليفربول ليفربول توتنهام الدور الانجليزي الممتاز البريمير ليغ. شفنا كيفاش ليفربول يقلب بالطاوله على في الشوط الثاني على توتنهام بعد ما توتنهام سجل في اول اسرع هدف بالك هذا الموسم، وين هاري كين اللي سجل في الدقيقه الاولى اخلط حسابات كلوب بعد الهدف. شفنا كيفاش راهو كيسجلوا لك في البدايه، ما هي سهله تلعب دير صوت من نيمار كلك من ما هي سهله، غادي كاع حسابات الخطه اللي كنت بانيها كلش اللي كنت باني يتغير. شفنا كيفاش توتنهام اللي لعب خطه تقليديه 4-4-2، شفنا كيفاش ليفربول اللي لعب ب4-3-3، يعني كانت المباراه نقولوا مباراه كانت شيقه، كانت مباراه كبيره جدا. شوف ضغط كبير وين نقولوا بلي نروحوا نتكلموا الاحصائيات، وين احصائيات كما يقول لك احصائيات رهيبه ليفربول. شفنا كيفاش ليفربول 73% استحواذ، 27% توتنهام، تمريرات 229، تمريرات ليفربول 610 تمريره ليفربول. سي محمد على بالك بلي حبسوهم ما خلاوش يلعبوا خاص، وين فانيك ما ننساوش ليفربول لعب بثلاثة صح. شنا توتنهام كيفاش تراجع في الشوط الثاني بعد نقولوا بلي شنا بعد تعديل النتيجة، وين تراجعوا الوراء. شنا محمد صلاح في الدقيقة 75 وين سجل هيردرسون اللي سجل هدف التعادل في الدقيقة 52 في الشوط الثاني، محمد صلاح عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 75 سجل. يعني كانت ليفربول اللي لعب ب4-3-3، شنا فابيو شنا روبرتو شنا محمد صلاح سايدو ماني هندرسون اللي سجل هدف التعادل، محمد صلاح هدف الثاني، شنا نقولوا في فان ديك شنا. يعني كانت المباراة مباراة كانت كبيرة مباراة كانت كبيرة ليفربول، خاصة ليفربول وين سيطر في صورته الشوط الثاني. الشوط الثاني دوزيام ميطو على بالك بعد تعديل النتيجة على بالك تبروري طاح على ليفربول على بالك. وين شناهم كيفاش لعبوا بخطة ديف 4-4-2، شناهم بعض الشوط الثاني وين تحملوا عبء المقابلة. شنا هاري وينكيس ديلي الي سيسوكو، شنا كيفاش الحارس باولو اللي انقذ الحارس باولو تاع توتنهام انقذ المرمى تاعو من عده اهداف. يا ودي تاشاك لا ولا قلع شنا كيفاش قلع كريستيان، شنا كيفاش ادروليك اللي شنا كيفاش خاصه داني روس وين لعبوا سانشيز اللي لعبوا بقوه برجوليه كبيره سيسيكو ديالي الي اللي لعبوا بمباراه بطوليه رغم ان انهزموا بصح شتيلا لعبوا مباراه كبيره كاع لعبوا. شنا وين ماوريسيو المدرب تاع توتنهام رغم ان دار زوج تغييرات لكن بدون جدوى امام كلوب الذي شنا كيفاش دار كذلك زوج تغييرات، كلش خطه كلش مركب. هذه هي شنا مباراه مهم، مباراه كانت كما يقول لك شنا فنيات شنا شخصية تاع اللاعبين تقاليد تاع زوج فرق ليفربول توتنهام. ما نحضروش كل فريق وعنده شخصية تاعو عنده تقاليد الأفكار تاع المدربين، خطة تكتيكية ما بين حرب تكتيكية ما بين المدربين، لعب في وسط الميدان، يعني كلش تشوف اللعب. هذه هي صحيتو.